تقريرنا اليوم يخص جمعية تضامنية قاعدة تعمل في عمل كبير في مجال الصحة، خاصة من خلال رفع الأدوية والأجهزة الطبية لتونس. عندهم سنوات تو ينشطوا في المجال هذايا، تحولنا على عين المكان لتقصي عمل هذه الجمعية. سي نجيب مرحبا بك أولا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. توجينا بحداكم ساعة خلينا نعرفوا روحنا فين بالضبط وناخذوا فكرة على الجمعية بتاعك مع الجمع الكريم هذايا. بارك الله فيكم، مرحبا بك. احنا تو في مدينة مو في ضواحي باريس. الجمعية هذه اس اف تي اس تضامن الفرنسي التونسي للصحة، سوليداريتي فرانكو تونيزيان دي سونتي، هذا الاميكال نتاع الجمعية، نادي نجم نقول نادي الجمعية بالضبط. نجتمعوا فيه في ويجوا معنا الناس اللي تحب تحضر معنا في اجتماعات ولا حاجة، نستقبلهم في النادي نتاعنا. والنادي هذا محلول إلا للجمعية والأعضاء الجمعية فقط، واحنا رانا في خدمة تونس وتحية تونس. باهي سيدي، قدم لي لخيان خلينا نحييهم فردا فردا. سيدي على سيدي سي حامد الرياني امين المال للجمعيه. امين المال معناها هذه الثقه الكبرى معناها، خاصه امين المال. هات ناخذوا فكره على حجم الاموال اللي وحجم التبرعات. وقداش عندكم من عام من اللي تاسست الجمعيه؟ تو احنا تاسسنا من 2013 وقاعدين نعاونوا في تونس الكل. وبون لاديزيون سا كونت 120 يورو بارون، ونعملوا في بريليفمون اوتوماتيك لكثريه في فرنسا. داني نقتنم الفرصه هذه باش نوجه النداء لكل التوانسه الموجودين في فرنسا وفي الاوروب بصفه عامه باش يعاونونا ويتصلوا بينا عن على الباج اوفيسيال نتاعنا اس اف تي اس اوفيسيال، عن لي كوردوني بانكير نتاعنا موجودين، يتصلوا بينا وينخرطوا معنا ومرحبا بهم. يعني فما مجال ثقه ما بين اللي يتبرع وانتم، معناها انتم واسطه توصلوا باذن الله الامانه. شيء احنا كل شيء نخدموا بشفافيه، اللي كلمه ما نحبوهاش برشا لكن موجوده. احنا كل شيء نخدموا بشفافيه وكل لي كونت نتاعنا موجودين على الباج نتاعنا. كل الاموال معناها نعملوا بيلون في اخر العام، المداخيل شنو خرجنا شنو صرفنا وكل شيء بالحسابات، كونتابيليتي معنا موجوده مريقله. سي سالم المنصر هو معنا في الجمعيه، معنا مخارط وعضو في المنبر دي بيرو. عضو مؤسس. سي سالم، شنو اللي خليك تتجاهل الفعل هذا؟ خويا اللي يعمل خير فهمتني ما يشاورش، هو يقول الواحد فهمتني، والانسان فهمتني يحب يعاون بلاده ويحب يعاون الناس الفقراء اللي في تونس، يحب يعاون فهمتني. نجمو نعاونوا به التوازن ان شاء الله نفعلوا هكا. سي سفيان بن الزيره هو نائب كاتب العام. كاتب العام مساعد. احنا جمعيه معناها خدمات ادويه اجهزه ادويه كل شيء معناها بالحساب. احنا نخلصوا معناها المؤسسات الصحيه معناها بار دي فيرمون، وعندنا دي فاكتور وعندنا كل شيء. ما نعطيوش للعباد معناها، لانا داخلين في انتخابات، معناها ماناش جمعيه انتي سياسه. لا انتي سياسه، معناها ماناش داخلين في الوحده هذيك. هذه حاجه مهمه برشا هي في الوحده. والحاجه نتاعنا معناها اهم حاجه في اللي نعملوا فيها هي كنا باش نعاونوا العباد. معناها شفنا في تونس بالحق معناها من المجالات اللي تونس تستحق لها برشا هي مجال الصحه. يعني القطاع الصحي تعب برشا، يلزموا برشا ياسر، ومعناها يلزموا برشا ويتكلف برشا زاد. وعلاش لو تشوفوا بالضبط، معناها حتى في المشاريع اللي قاعدين نحاولوا باش نعاونوا فيها، كونه مثلا توسعه نتاع المستوصف، انا مستوصف معناها يلزموا التوسعه باش نشاركوا فيه ان شاء الله. نهزوا الادويه زاد، ساعات نضطروا معناها باش نعملوا حتى على المجهود الذاتي، معناها باش نهزوا ادويه وكل شيء لتونس. حتى نعرفوا ديما معناها من الحوايج هذوميه تونس تقص لها برشا وتكلف عليها برشا، حتى في الفلوس كل شيء معناها تكلف عليها برشا. فخري تو نشوفوا يعني برشا اجيال، معناها فما الشباب فما الكهول، وهذا يعني فما تحس فما لحمه في الجمعيه نتاعك. صدقني معناتها فما لحمه كبيره برشا، فما الكبير الصغير اللي يخدم وحده ولا يخدم على حسابه ولا يخدم موظف. الناس الكل كي نجيو للبلاصه هذه نوليو الناس الكل كيف نوليو الناس الكل كي عندنا بيوت برك وهدف برك. كوني الجمعيه هذه ديما الى الامام ديما القدام، ديما نحاولوا نعاونوا الماكسيموم عباد اللي هما بيان سور دي زانديكابي وعباد غير قادره باش توصل النهار معناتها تعمل عمليه نتاع 20000 دينار و 30000 دينار. معجزات في تونس معناتها حاجه مستحيل كيما عملنا دي دوسي وعندنا حوايج عملناهم. كي تغزر لك الطفله بعتالي وتراها ورجعت تقرا ورجعت معناتها شاس كبير ما يتثمنش. صدقني تنسى التعب وتنسى كل جريت والكل كاي وتنسى كل الفلوس اللي خسرتها وتنسى كل شيء، تولي تقول ان شاء الله ديما القدام. سي لطفي، الجمعيه هذه اكيد خلتكم متواصلين مع تونس، لانه الواحد كي يشتغل على المجال هذايا على المجال الصحي يولي اخبار تونس معناها متواصله بشكل كبير هكا ولا؟ مرحبا
بكم، مرحبا بالوطنية وشرفتونا في بلادنا هنا. الجمعية متاعنا معناتها بدأت من بلاد صغيرة اللي هي مو، وأصلها من منزل كامل، وإن شاء الله تو توسعت ولات إن شاء الله تابعة تونس الكل هكايا. وقاعدين نخدموا إن شاء الله كما قال فخري قبلي، ما عندناش حتى فرق جهويات، ما عندناش بكل هكايا، معناتها كان ناخذوا الدوسية تخدمنا الأغلبية معناتها في كامل الجمهورية. إن شاء الله نوصل ونوصل ونكبر ونعملوا معناتها ما أكثر من هكا، ونطلبوا من الجالية اللي معانا إن شاء الله يعاونونا. إحنا بدينا بشوية بشوية، إن شاء الله نكبروا بشوية بشوية ونزيدوا نعملوا ما خير. سي جمال، أكيد يعني النشاط نتاعكم فيه درس كبير لوزارة الصحة هكا ولا؟ نعم. يعني اللي أحيانا الجهات الرسمية مش قادرة تعملوا، أنتم كمجتمع مدني كجالية تونسية مقيمة في المهجر أعطيتوا درس كبير في الموضوع هذا. كما تعرف يعني تونس يعني فما برشا الناس مستحقين، وخاصة الأدوية وخاصة الكراسي، يعني الناس يعني ذوي الاحتياجات يعني الخصوصية، ونحاولوا كيش نعاونوا أكثر ما يمكن من الناس على مستوى تونس الكل. ما عندناش حتى يعني جهوية، وما عندناش حتى أي طعم سياسي، وهو هذا الهدف متاعنا باش نعاونوا الناس أكثر ما يمكن في على مستوى الصحة. سلام جدا، يعني شنو الرسالة قد يكون اللي تنجم تقولها للتوانسة سواء كان في الداخل ولا في الخارج من خلال انخراطك في الجمعية دي؟ والله مرحبا بكم الساعة في مو، ونتشرفوا بكم ونتشرفوا بسي رياض. الرسالة هي الوحيدة كما قال الولاد الكليكاية بأنه يعاونونا الماكسيموم، فهمتني، اللي نجموه، فهمت، وإحنا بحول الله قاعدين جاهدين وإلى الأمام. مادي سفر من الشباب الفاعلين في الجمعية دي، مادي أنت يعني شفناك تحولت لتونس في أكثر من مناسبة لإيصال الأمانة هذه لمستحقيها، يعني إلى أي مدى الإدارة قاعدة تتبع في النشاط متاع المجتمع المدني خاصة اللي جاي من خارج حدود الوطن؟ يعني بكل صدق نحكيه على عوائق يلزمنا نقولها. هي العوائق الجديمة من الإدارة التونسية اللي براتيكمون نجم نقولوا تاخذ برشا وقت باش تجاوبنا في مطلب معناها ولا في حاجة باش نعملوها. نحاولوا نحن نجتهد ونعملوا شوية. الحكاية تبدأ من الديوانة وأنت طالع معناها هذيك. لا، من الديوانة ونحن واصلين حتى للإدارة لوزارة الصحة، معناها هما وزارة الصحة في توسيعة السبيطار، معناها عملنا مطلب باش هذا نحن باش نعاونوهم معناها، وعطلونا شوية لما حالة ماكن. الحمد لله بعد بريسك 3 أو 4 شهور باش خدينا الموافقة على توسيعة السبيطار. هذيك الإدارة لازمنا نقفوا مع تونس، ما نقولش خاطر الإدارة تونس. نذكروا كانوا أنتم ما تعطيوش أموال، معناها فما السيولة كلها يا أما خدمات دي بوند كوموند، معناتها هكاك نعطيو الديريكت، نتصلوا بالمراكز معناها بالمرافق العموميه ديريكتومون، نتعديو بالاداره الجهويه كان مرفق عمومي مسحق حاجه لازم يعمل مطلب للاداره الجهويه باش نحن زادا نضمنوا حقنا زادا باش تكون امور قانونيه على الاخر. نحاولوا نجتهدوا ونحاولوا معناها نعملوا صحيح ضغط على الاداره باش نسرعوا شويه الاجراءات. ما نسلموش، ما انا با جامي بسيليبغا، معناها ما هبطنيش يدينا، ديما نحاولوا نتغلبوا على العوائق هذوما واللحمه باهيه زادا. سي فتحي توا كي تروح البلاد وتشوفوا وليدات عاونتوهم مؤسسات ساهمتوا في توسعتها، كي تمشيوا وتشوفوا على عين المكان المجهود اللي عملتوه هنا، شو الاحساس اللي ينتابكم كمهاجر تونسي مقيم في المهجر وعاونت بلادك عن بعد؟ احنا نوتر بيوت سي اس اف تي اس سي لا سانتي، بدينا باللا سانتي ونحبوا فريمون نكبروا ونزيدوا نعملوا معنى كما قال حتى الحالة الاجتماعية فيما يخص فريمون بوفرتي ياسر في تونس، ومن ناحية الصحة بصراحة سيء أسف ياسر، وإن شاء الله نوصلوا نعملوا ما خير، وإن شاء الله نكبروا ونطلبوا الإعانات من كساسوا فرنسا ولا أوروبا ولا فما كلمة تخالد وسمعتها أنا حزت في نفسي، يقول لك يجيبونا في فضلة فرنسا، إلى أي مدى الكلام هذا صحيح؟ معناها أنتم ما تخرج حاجة من هنا إلا ما تبدأوا متأكدين من السلامة نتاعها سواء كان أدوية ولا أجهزة هكا ولا؟ احنا على فما ديزيكسبيرت تتعاطاو معاهم باش اللي باش تمشي تعرفوا كونها يعني فريمون باش تفيد هكا ولا؟ احنا الماتريال اللي يطلع الكل خاصة السر كلكم مجربين وكلهم بوني تادي فونكسيونمون درنا المو، حتى الوزير حذر في الحاوي الاخر الاخوانا كانوا حاضرين ما كنتش حاضر، ورين الماتريال وعين الماتريال والاي تي اس اس عين الماتريال، والماتريال قالتك تري تري بونيتا، وصدقني ثم سر لما روحنا بهم كنت دور المستشفيات تاع تونس كامل موجودين في الكلينيك بريفي، معنا سر درنا لي كري 3 ارتيكولاسيون
روحنا بالمره الاولى والاخر روحنا بديلي زادت روار تيكلاسيون اورتوبيديكوم اكل السلابط وعلى الاخر للناس الكبار معنا قاعدين نجتهدوا ما نجمش نروحوا ماتريال ما يمشيش خاطر نزول لوحوه والله الاخراني اللي عملنا العمليه وانا نذكر فيها مشيت حذام استاذ زافني باو مشيت حذام امها قاتي نحلم لتوا كيفاش بنتي عملت عمليه ونشحت وقت في تونس معنا جميع الاطباء وباو يخدم في ميدان الصحه ما عطاوش عطاوها 5% دي ريوسيت وافيك لي سيكتور سو دي ريوسيت قالوا تعيش هانديكابي معنا الحمد لله رب العالمين كي نخسر البنيه هذيك وديما نسميها نوتر برانسيس تاع الاسوسياسيون فرحانين كيما مهبوه فرحانين بها خاطر كي نجحت كي ينجح واحد برك احنا فرحانين. مرحبا من جديد كل مشاهدينا، هذه إذن جمعية التضامن الفرنسية التونسية للصحة، ربورتاج مع زميلنا وديع برحومة، وبحضينا ضيوف نرحب بسي نجيب النجازي، مرحبا بك سي نجيب، ونرحب كذلك بالفنان فوزي بن قمرة، مرحبا بك مرحبا بك في الوطنية ربي يفضلك مرحبا علينا يا سيدي يا خويا في دارنا في دارنا مرحبا قولي مرة جاية قولي مرحبا بك في داركم إي بيان سور نعم نعم ودارنا ودار الفنانين كل دار تونس كل نعم يحيى مرحبا يا ولدك تحفون يحيى السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا خويا صافا الحمد لله لاباس الحمد لله القرايه ماشيه الامور ماشيه الامور هيا باهي سي نجيب نعم كنا نشوفوا في الروبورتاج وخذيت فكره تقريبا انا تو من المده الفايته الكل على الجمعيه تبارك الله معناتها جمعيه قاعده ماخذه توجه معناتها ديريكتومون يوصل للناس معناتها من القلب يوصل للناس الحاجه اللي تبدا من القلب وتبدا تحس فيها عمل انساني بدرجه اولى ما عندوش حتى غايات اخرى تحسه يوصل للناس انتم كذلك عندكم توا تحضروا بروشينمون الحفل باش يكون فوزي معاكم ان شاء الله في باريس في سان دني بالضبط نعم ان شاء الله سبعة ان شاء الله فوالا دونك ماذا بيا كنا نحكيو شويه شنو عندكم في المده القادمه قبل ما نمشي لفوزي ونحكيو اكثر على تفصيل الحفله بارك الله فيكم مشكورين على الاستضافه هذه وفضل ربي سبحانه وتعالى فضلكم انتم وصل صوتنا معنا للتوانسه واحنا كما كنتم تشوفوا معنا في الجمعيه تاعنا قائمه على كامل الجمهوريه معنا المعلفات الحاويه تفرقت قفصه وقسرين وقابس معنا حاويه فيها معدات طبيه وكذلك الساعه الحاضره حاليا قاعدين عندنا نمثل للجمعيه هو قاعد يفرق في النظارات الطبيه في القصرين على التوالي في الوقت الحاضر في الوقت الحاضر في القصرين احنا كنا مش نمشي ولكن نمشي ممثل تاعنا هو حاضر في توزيع النظارات الطبيه هذه خاطر ساعات نقوموا بايام صحيه في جميع المدن معنا في كابينه الوزراء الجمهوريه ونقوموا كذلك بايام معنا نفرقوا فيهم المره اللي فاتت فرقنا قرابه 270 نظاره طبيه للتاند المستحقين اي ما شاء الله واحنا قاعدين رانا نحاولوا باش نجتهدوا بالقدر المستطاع ولهذا الحضور نحن باش نتكلموا ونطلبوا الاعانه من جميع المواطنين اللي يعيشوا في اوروبا باش يساهموا في الجمعيه هذه خاطر الملفات بصراحه عندنا ملفات مكلفه وملفات برشا في الانتظار باش نرجعوا لهم شويه امل للناس اللي تعبت الاعانه وتحققوا في الجهود الكل وانتم الجمعيه نتاعكم قلنا جمعيه التضامن الفرنسيه التونسيه للصحه المعروفه اس اف تي اس سوليداريتي فرانكو تيليزيان دي سونتي رقم يتصلوا بكم عندنا على موجود على الشاشه بكري موجود انا احنا مش كنا جبدنا على النظارات الاطارات النظارات الطبيه والنظارات الطبيه معنا توا على الهاتف ختام بالرحمه اي خلينا نشوفوا ختام شكون ختام بالرحمه ختام ولا الو الو مرحبا بك ختام مرحبا الو مرحبا ومشكور اختي يسرى على مرحبا بك مشكور اختي من قمرة وسي نجيب نجاز على المجهود اللي مرحبا بك دونك انتم في اللحظه هذه بالضبط قاعدين توزعوا في النظارات الطبيه دونك ماذا بيا في الحقيقه الحركه نتاع الجمعيه انطلقت منذ قرابه شهرين بتوفير عدد كبير من السر الصحيه ولشاريو المستشفى الجوي بالقصرين وكملنا في المجهود هذا اليوم في حدود الساعه 10:30 بدينا نوزع في النظارات الطبيه قرابه 30 نظاره طبيه تم توزيعها على المستحقين تم في مرحلة أولى تحديد القائمة وتوفير ريزوردونونس الوصفات الطبية عن طريق بالتنسيق مع جمعية التراحم بالقصرين بإشراف الأخ المحمدي وقمنا اليوم بعد توفير الإطارات الطبية والبلورات بتوزيعها على المستحقين
اي دونك كملنا بكري شويه من نص ساعه انطلقت مع 10:30 في دار الشباب بالقصرين وكملنا عن بريسك 30 دقيقه. يعطيكم الصحه، شكرا لكم ويعطيكم الصحه، يعني مجهود كبير هذايا وبطبيعه معناتها حاجه هامه جدا بالنسبه للناس المستحقين بالاخص. شكرا لك سي ختان، شكرا لك. احنا والله ماذا بينا نواصلوا في المجهود هذا خاطر مجهود جبار. ونعرف ما القطاع الصحي في تونس هو القطاع الممسوس برشا في تونس، وحابين نحن نوفروا الاقل ما يمكن للناس اللي عندهم ما عندهمش تغطيه اجتماعيه ويستحقوا كثير وكثير، ولهذا نطلبوا من المواطنين نداء المواطنين بالخارج باش يعاونوا الجمعيه هذه خاطر باش يوصل الاعانه لاكثر العدد ممكن من الناس. باهي فوزي، فوزي بن قمره وجانب هام في انا نشوفه معناتها بالنسبه للفنان ودور هوني الفنان كونه يدخل في الحياه الجمعياتيه تكون عنده مساهمه بطريقه ما، يستغل ربما صوره صورته او حب الناس ليه حتى يكون يساهم ويقرب اكثر من ناحيه اخرى، صوره اخرى ومجهود اخر يقوم به الفنان. انت عملت جوله بالخارج، مشيت العديد من الاماكن بالخارج، حفلات وفي اطار الجمعيات، نعملوا حوصله شويه. الحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين. ما يلزمش يكون الفنان يقتصر خدمته تقتصر كان على الغناء او على التمثيل او على الجانب الفني فقط، لابد ان يكون فعال في المجتمع حتى تكون عنده بصمه وعلى الاقل يترك شيء من وراه، فهمت؟ فانا الحق الحمد لله رب العالمين، ربي سبحانه وتعالى اكرمني بالعمل هذايا منذ 3 سنوات وانا ندور في تونس وخارج تونس. في خارج تونس كنت في شهر جانفي في سويسرا، كان في زادك في عمل جمعياتي منذ شهرين اخرين كيف كيف، زاد كنا في ختان تاع 70 او 80 عنصر طول كانوا من بترسق مع الجاليه التونسيه بسويسرا ومع الجاليه المغربيه بالمغرب وفي سويسرا. مره اخرى عاود رجعت لبناء مدرسه في سجنان في بلجيكا، مرة أخرى عاود رجعت لمارساي منذ شهر، وإن شاء الله بإذن الله 7 ماي إن شاء الله باش تكون عندي حفلة في مارساي في باريس إن شاء الله، في سان دوني إن شاء الله، في نطاق العمل الجمعياتي. وبصراحة المجتمع المدني التونسي الكل وقت حاجتك بهم وتقول لهم راه عندي حاجة باش نعملوها الا والتونسي ما يدخلش على مداني المساعدة. هو من التجربة نتاعك تحس كونه فكرة التونسي بدات تتغير؟ لانه بصراحة معناتها قبل كان عندنا فكرة على الحياة الجمعياتية ما نعرفش كيفاش، معناتها ما عندناش ثقة، نحسوها حاجة هكا ايماج وبرا. نعم. تحس كونه التونسي توا بدا يقبل وتدخل في حياته اليومية ويقبلها وهو عن قناعة وكل، ولا كيفاش بالضبط؟ ولا مازال فما شوية لا خدمة؟ فقط نعم، كلمة يعني سؤال في محله وكلام جميل جدا. فقط الحكاية مرهونة في الثقة. التونسي كي يحب تحبوا يد المساعدة وقت يعرف تعرف فيك الثقة ويعرف فلوسه في ماشية ويعرف شخصك أنت شكونك. أي. ومواكب العمل نتاعك وشاف الأعمال نتاعك فين ماشية وقتها يجيك بكله. أي. ويجيك ويدفع كل ما عنده وما يحسبش. الحاجة الباهية بالتونسي اللي هو ما يحسبش. حنين. فقط يعرف فلوسه فين ماشية. أي. ليش؟ لأنه تعرف الأخت يسر مرينا بسنوات يعني صندوق صندوق وبرشا حاجات وحتى ساعات جمعيات ما تعرفش منين، وشفنا لا وشفنا فلوسنا في ماشي يعني، فهمت كيفاش؟ وكان يعني غصبا دون رضا علينا. الان اصبح المجتمع المدني صفت الامور، يعرف فلوسه ماشي، عديد من الجمعيات على مستوى عالي من الثقه. ويخدموا في خدمه في تونس وخارج تونس، والوضوح هو احسن حاجه. الوضوح قلت لك التونسي يعرف شكونك انت، يعرف فلوسه في ماشي ويعرف شخصيتك انت ويعرف انت ثقه، ما عادش يحسب معك وقت تطلب يقول لك انا موجود في كل وقت. نعم. توا يحيى شنو توا يغني ولا معاكم في الجمعيه ولا شنو الحكايه؟ يحيى معنا بالجمعيه بالدعاء. ونحب نحب نقعد نعلم فيه في العمل الجمعياتي ان شاء الله باذن الله سامع عليهم، باش هو يزيد كيف كيف يدخل معنا وعلى الاقل نخلي له حاجه. انت قداش عمرك؟ عمري 10 سنين. تبارك الله. فانا قسم تقرا؟ سنه رابعة. باهي، وتغني انت توا مع فوزي ولا شكون يغني خير، انت ولا هو؟ صح. انت خيره، برافو. ايمال عاد سمعني عاد. قمر سيدنا النبي قمر. عوده. قمر سيدنا النبي قمر. وجميل سن النبي وجميل.
وكف المصطفى كالورد نادي. الله الله وعطرك وعطرها يبقى إذا مست أيادي. الله الله وكف المصطفى كالورد نادي. الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي. الله الله وعم نوالها كل العباد. وعم نوالها كل العباد. وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرى يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. بابو يعطيك الصحة تبارك الله عليك. فوزي صغير بالحق والله تبارك الله عليك. ربي يفضلك. أنا خير. أي ربي يفضلك بارك الله فيك. ربي يحفظك إن شاء الله. فوزي كله فوزي. نسخة نسخة أي. أي. ربي يوفقك. شنو تتمنى تو أنت شنو تحب تكون كيف بابا ولا كيفاش تتمنى شنو تحب؟ نحب نكون مهندس معماري. آه. وناخذ دكتورة. ناخذ دكتورة. تبارك الله تبارك الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يعطي ما يتمنى هو اولادك كله اولادنا كله واولاد المسلمين كله توزكوا يكونوا في مستوى عالي ان شاء الله يا رب وان شاء الله التعليم زاد في نفس الوقت حتى ان شاء الله والله العزيز فرصه باش واحد يقول ان شاء الله يفيقوا شويه ويحسنوا لنا الوضع خاطر سيء الحكايه خلطت لا ويغزروا استاذه يسر يغزروا الجيل هذا اللي هو جيل تونس هو اللي هو المستقبل نتاع اولادنا باش نبنوا عليه تونس اخرى جديده باهي سي نجيب نعاود نرجع لك مره اخرى ونذكروا بالحفل ان شاء الله لانه توا الموعد قلنا نهار 7 مايو زيد عاود ذكرنا بالمكان والحفل واسعار التذاكر المعلومات الكل للناس اللي يتفرج فينا تحب تحضر تحب تسمع فوزي توحشت البلاتوات نتاع التلفزه خذيتو برشا يدولي لازم توا فوزي يرجع لنا الحفلات ويجيب حذينا شويه للوطنيه زيد ما في هذيس بكل سرور بكل سرور والله احنا معنا كما قلت بكريكاي معنا يلزمنا نعمل نقوم بحفلات كيما هيك خاطر باش نعاونوا الجمعيه باش المداخيل تاع الحفلات اللي نعملوها ترجع بالفائده للجمعيه والفلوس اللي تتم الجمعيه ترجع بالفائده على الناس المستحقين كذلك وعندنا كذلك مشروع معنا في بخصوص توسيع مستوصف في منزل كامل معنا بقيمه 120 الف دينار قاعدين نحضروا فيه ان شاء الله فين نعم فين في منزل كامل بالضبط نعم في منزل كامل وكذلك معنا الحفله هذه بتقوم في سنين ان شاء الله بقاعه سلطة بوكي بقياده الاوركستر تروبون مدينه بقياده سي بشكور كذلك سي رضا الوسلاتي هو اللي قاعد قائم على الاوركسترا هذا وهو قاعد يساهم برشا برشا يخدم معانا وسي مهدي صفر وسي عبد القادر بحسين هما ديما في كل حفله نعملوها يكونوا موجودين مشكورين مجانا زاد يكون معانا لا وبالحق والناس كل تقف يد واحده ويبدا واحد عاطي كل ما عنده ومعناتها وعملت تطوعي هذيك هي الحاجه اللي تحسها لبرا في الجاليه كونهم يبداوا يد واحده في الامور هذه معناتها والله كل صدق معنا ساعات تجيب خدمه يخليوا خدمه ويكونوا معنا كي قال الحفله نتاع المنظمه يكونوا معنا احنا باش يخدموا معنا باش خاطر فريمون راهو كما قال بكري سفوزي المصداقيين تاع الجمعيه اللي نخدموا فيها هي الكل اذا كان عندك المصداقيه كما قال لك سفوزي تلقى المواطن التونسي المواطن التونسي راهو يسخف ونحبوا بعضنا راهو خاصه في الغربه هنا يضرني اقل سامحني في الكلمه في الغربه راهو التونسي للتونسي خو فهمتني ونحبوا ديما نقدموا بتونس وننظروا بتونس وكل واحد من بلاصته يخدم من بلاصته ونطلبوا من المهاجرين بالخارج باش يساهموا معنا في هذه الجمعيه ويحضروا في الحفله هذه نهار 7 مايو ان شاء الله ان شاء الله بقاعه لابوكي في سيدني سعد لابوكي في باريس والاسعار التذاكر الاسعار التذاكر مازلنا مش الى حد ما حددناهاش ان شاء الله يوم الاحد هذا فما تبرعات زاده بيان سور هو هذاك الغايه من الحفل باش واحد يعاون معناتها بقدر المستطاع للجمعيه هذا هو احنا تبرعات باب التبرعات مفتوحه كذلك خاصه نعملوها يوم الحفل التبرعات موجوده وخيرنا سي فوزي المره هذه بمناسبه شهر رمضان تكون انا شد دينيه وحفله معنا هذا هو يمكن نرجع شويه لفوزي خلي يحكي لنا على الكونتوني نتاع الحفله كيف يكون الحفل فمش حاجه سبيسيال للجاليه وتنجمش تعطيهم حاجه هكا من توا تصبر لهم حويجه الحفل انا شو نقول لك الحفل يعني انا مانيش نكون مصاحب بالفرقه نتاعي كلها القليل القليل مصغر. القليل خاطر متعرف يعني المصاريف كلها ماذا بينا تمشي للجمعيه اكثر ما تمشي للعناصر فهمت باش نحاولوا كيفاش ندعموا اكثر من غاديكا باش نغنيوا جديد
القليل القديم المعاود باش نعاودوا، خاطر تعرف التوانسه يحبوا الجو التونسي، يحبوا الجو من الحضره، يحبوا زاد النبي فرحنا به، يحبوا فهمت حاجات باش نغنيهم جدد نتاعي انا قريب نوصلوا لرمضان. نعم باش يكون جو روحاني جميل جميل جدا باذن الله سبحانه. انا النصيحه اللي نقولها حطني جروب لا، انا النصيحه اللي نقولها للتوانسه غاديكا يجيو بعدد وفر كبير برشا، يجيو يساهموا للجمعيه. السبيطار هذا المستوصف اللي هو في منزل كامل من عام 70 وهو ما تبناش وحالته حليله، اجي نعاودوا نرموه ردوه احسن سبيطار واحسن مستوصف في تونس. حتى ما عندكش وقت باش تمشي للحفل والوقت ما عندكش، اجي ساهم تذكره وما تدخلش مش مشكل، احنا نحبك تدخل وتستمتع، اما كان ما عندكش وقت اجي ساهم راه مش لي انا مش للجمعيه، اجي ساهم لاخواننا في المنزل كامل، خليهم يستمتعوا وخليهم ياخذوا راحتهم، خليهم يوفروا لهم الراحه في مستوصف في مكان جميل جدا. ونعرف الشيء هذيك شيرة السواحليه كل بسم الله ما شاء الله، وقت تقول لهم اجوا يجيو بعد الدوافره لان موعد 7 ماي ان شاء الله، رمضان مبارك قادم ان شاء الله، شعبان مبارك وان شاء الله، كل عام وتوانسه بألف ان شاء الله. باش شنو تسمعنا كامل؟ يا آمنة بشراك جل الذي أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك، يا آمنة سعدك غالب لما حملت في رجب ظهر النبي المنتسب ساجد إلى مولاك، يا آمنة بشراك جل الذي أعطاك لحملك بمحمد رب السماء غناك. يعطيك الصحة بغبو، يعطيك الصحة. إن شاء الله نهار 7 ماي إن شاء الله باش تمشي مع بابا لفرنسا تقرا أنت يا أوكي. شكرا لكم، يعطيك الصحة. مرحبا بك مرة أخرى يحيى، يعطيك الصحة سي نجيب. شكرا لك على كل كيفاش تفضل نختموا. احنا عندنا كذلك في المستقبل إن شاء الله عندنا نحضروا في حاوية، عندنا حاليا الى قرابه 600 نظاره طبيه في فرنسا ان شاء الله مش نجيبهم كذلك، خاطر ثم كي سمعوا بالنشاط خاصه النظارات الطبيه خاصه الصغيرات سي فوزي اللي يقراوا في المكاتب. نعم يستحقوا نظارات وما ينجموش يوسف باش يشوفوا نظارات. احنا عملنا قمنا بتوزيع 270 نظاره طبيه معنا في برشا مدن، وحابين نمشيو الشمال وشمال الغربي وكل شيء وندخلوا هالنظره الطبيه هذوما ان شاء الله. الديوانه والوزاره اللي تسمع فينا تسهل لنا بتاخير، بخاطر المره اللي فاتت حزونا 450 نظاره، راهو النظارات هذوما رانا ننتجروا فيهم، رانا نحب نفرضوا عليهم يسهلوا لكم شويه خاصه والله شيء اسف كثر هذا يا ريت ما ينجموش. يقول لك الاستاذ ما ينجمش يقرا على البعد يلزمه نظاره والولي ما ينجمش يوفر له نظاره طبيه. نعم معقول ياسر، لازم يسهلوا لكم شويه، انتم تعملوا في عمل خيري شويه هكا تفهموا ويسهلوا لكم الامور. كذلك عندنا معنا حاليا خاطر احنا ناخذوا زاد نتعامل مع مكاتب غاديك، عندنا حاليا 2700 كتاب معنا فرنسيه والمانيه وانجليزيه، نحبوا ندخلهم كذلك باش نوزعوهم على المكاتب، نوزعوهم على المكاتب العموميه للمطالعه. زاد قاين فيها صعوبات مازال ما صرحوناش باش ندخلوهم، نداء باش يتساهلوا مع الجمعيات رانا نخدموا في المواطن ونخدموا في تونس. يعطيك الصحه سي نجيب فوزي، نورتنا ان شاء الله، ترجع لنا كما قلت الوطنيه ونشوفوك في في معناتها في تطربنا كالعاده وتمتعنا بصوتك ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحه يحيى. شكرا لكم، مواصلين مع النغم هذا ونواصلوا في استقبال ضيوفنا. لك للنبي تقبل صلاتي على النبي لك للنبي
حصل لي ايه حصل لي انا في جان النبي تقبل صلاتي على النبي انا في جان النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي القعده حلوه والنبي عند النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي حتى عني عني لجل النبي لجل النبي يا إلهي الكل عني عني لجل النبي لجل النبي من العباد ما حتى عني عني لجل النبي لجل النبي يا نصيري يا إلهي يا نصيري يا إلهي يا مجيري انت جاني من عبادك ايه حصل لي ايه حصل مرحبا بكم من جديد مواصلين معكم مواصلين مع أهلا تونس ونواصلوا حديثنا شوية توا على الثقافة وبعضنا ضيوف حبيت نرحب بهم باش نحكيوا على الحمامات مدينة الأنوار واللقاءات المتوسطية للفن والثقافة الحية من 15 ل 30 أفريل إن شاء الله رحب بويداد العثماني زميلتنا مرحبا بك ويداد مرحبا بك مرحبا بكل مشاهدي التلفزة الوطنية توحشت برشا وتوحشت استوديو من إذاعة الشباب من إذاعة الشباب إلى نسمة الصباح حتى 2004 حتى 2004 وتوا في باريس تو في باريس لي 7 سنوات فين بالضبط في في باريس انا مراسله لإذاعة ثقافيه تونسيه ما زلت ما سيبتش الإذاعة ما زلت من وما زلت عندي دونك فريلانس في عده مؤسسات مرحبا بك نرحب جدا بسيد احمد الحجري مرحبا بك سيد احمد مرحبا بك مرحبا والفنان ماهر البارودي فنان من سوريا مرحبا بك استاذ مرحبا بكم دونك احنا باش نحكيوا على تظاهره هامه الحمامات مدينه الانوار واللقاءات المتوسطيه للفن والثقافه الحيه دونك انا ماذا بيا لو كان خلي الساده المشاهدين يفهموا الاطار العام للتظاهره هذه قبل ما ندخلوا في البروغرام وفي الفنانين وفي المشاركات بصفه عام بالطبيعة التظاهرة هذه هي سيمبوزيوم كولتوريل يعني ملتقى ثقافي فيه جانب كبير من الفن التشكيلي فيه ورشات للحفر الغرافور للبانتور الرسم للتصوير الفني للديسان ارتستيك للنحت وعمليه كبيره انه استضفنا نحاتين سكولتور وفي ايضا التصوير الفوتوغرافي يعني فنانين متخصصين في التصوير الفوتوغرافي وفيه ايضا الى جانب الورشات ملتقيات ودي رونكونتر كولتوريل يعني دي تابلو روند محاضرات الفكره انه نجمعوا عده فنانين من مختلف انحاء العالم وخاصه من البحر الابيض المتوسط الفنانين عندنا فنانين جايين من فرنسا فما اللي من تونس ثم التوانسه اللي عايشين في الخارج كما وسام بن حسين عايش في باريس حليم قرابيبان عايش في برلين عندنا فنانين من سوريا الشقيقه عندنا فنانين من بنغلاديش عندنا فنانين ايضا من ايطاليا كل مجموعة هذه مع الفنانين التونسيين المحليين اللي عايشين في تونس يعني نجمعوهم في مكان واحد للإبداع الإبداع والتبادل والتبادل تبادل التجارب تبادل ثم تبادل ثقافي ثم تبادل إنساني ثم تبادل فني ثم تبادل الخبرات هذا هو مفهوم السيمبوزيوم كولتوريل يعني السيمبوزيوم ارتستيك
الى جانب يعني الجانب التشكيلي هذا حبينا نثريو الجانب الفن التشكيلي بالمحاضرات، عده محاضرات كانت تحب نتعرضوا لهم بالوحده بالوحده. باهي، خلينا ندخلوا اكثر في البرنامج. احنا عندنا لافيش نتاع التظاهره، حمامات، نعم، فيل دو لوميير. سي احمد، ندخلوا اكثر في البرنامج وشنو محضرين وشنو باش تكون العروض. مرحبا بكم. انا كيف ديموازيل وداد اتصلت بيا، حاولنا باش نعملوا ان كورديناسيون مع بعضنا. صافي دي ندير كي جي سوي كوميسير، بار كونتر ا مون شوا جي اسيي دي توشي دي جون لي بلو كوني بوسيبل، الناس المعروفين، معروفين في اوروبا. الحجري عايش في باريس، فهمت. اما يحكي سيد احمد بالعربي، نعرفه يحكي بالعربي، حضر معنا قبل ويحكي بالعربي. اخترت فنانين وجاو معانا فنانين كبار، وهو البيت نتاع الملتقى هذا ما بين فنان اللي يعيش لبرا من الفن نتاعو، من الريكونيسونس نتاعو، وما بين الفنان التونسي. اس كرياتيل ان ديفيرونس بوركوا الفن لبرا اللي هما براتيكمون سي لا ميم شوز سي اون فيو، مي لا ديفيرونس سي كوا، شنو هو الفرق بين الفنان البرا وفي بلاده معناتها؟ علاش هذا الفنان البرا تعرف ياسر والفنان اللي المحلي فما برشا عوامل عاد هكاك معناتها، كي نجي نرجعوا برشا عوامل. لا ما نتكلموش على عوامل، نتكلموا على الفن في حد ذاته معناتها، والخدمه المستوى الفني. المستوى الفني عندنا توانسه باهين 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 برشا، سون دوسيل يسمعوا وياخذوا النصائح، وكيف يغزروا مثلا كيف خدمه سي ماهر ولا برنار كلاريس ولا الناس هذوما اللي نقول براتيكمون هما الفيتير عمالقه، فهمت، في البرة يعرفوا رواحهم فين هما ماشيين، وهذا هو. وفما ان كورديناسيون، فما محبه ما بيناتهم الكل، وشيء عاجبني عاجبني للغايه. اي احنا يمكن استاذ ماهر خلينا نتعرفوا عليه اكثر، نتعرفوا على تجربته، ونتعرفوا كيفاش تكون المشاركه نتاعو في الملتقى هذا ان شاء الله. انا مقيم بليون في فرنسا من 34 سنه. ونحب المشاركات، سامبوزيوم واللقاءات، وجيت قبل المره لتونس. فنحب يعني كثير، اول ما صار في كونتاكت مع انسه وداد والاستاذ محمد احمد، فكثير حبيت الفكره يعني انه نرجع لتونس ونشوف. قديش عندك مالي جيت لتونس والمره هي؟ اخر مره جيت في 2007. صار لي 10 سنين. 10 سنوات. 10 سنوات. تبدلت البلاد بالنسبه ليك ولا؟ كثير بحبها تونس. تغيرت اشياء ولا كيفاه؟ والله لتونس ما اول مره بجي لهون، بس جيت المحرس وجربه. المحرس، مهرجان المحرس الفن التشكيلي. كان في سامبوزيوم مره في 2007 يمكن. هاي هي. هذا المشاركة نتاعك كيفاش باش تكون في الملتقى؟ رسم في رسم لوحات، لوحتين خاصة بالملتقى ولا لوحات؟ لا هو انا مش يعني كل فنان حر يعمل اللي بده اياه. اكيد احنا وقلين نستدعوا الفنانين، يعني ثم ما فماش موضوع معين. لا لا ما في موضوع معين، يعني حرية في الاختيار، يعني ابداع حر، لكن كل فنان يعني مطالب بانه باش ينتج انتاج فني، واثناء الانتاج الفني سواء كان في الحفر والا في النحت والا في الديسان ارتستيك ولا في البانتور، هذا التواصل واللقاء لانهم كلهم ينشوا في نفس المكان، وهذا هو مبدا السيمبوزيوم، انهم ينشوا في نفس المكان، واللقاء هذا يثري التجارب بين الفنانين اللي جايين من مختلف
البلدان، وايضا عندهم اختصاصات وتقنيات مختلفة. وعندهم باك جراوند مختلف، وعندهم تجارب وسيرة فنية مختلفة يعني، وحتى كل واحد تلقاه عايش في بلد مختلف. فهذا هو المبدأ. يعني فرصة جميلة برشا بالنسبة للفنانين اللي هذا يعني، معناتها واحد يسافر هو في مكانه، يثري تجربته هو في مكانه، يربح الوقت، وينجم احيانا دي ديتاي ظراف تفاصيل صغيرة اللي تنجم تغير له برشا اشياء معناها. وخاصة يوسف ثم ربط العلاقات والصداقات اللي تدوم. اللي تدوم. يعني ماهوش اثراء فني فقط، لكن اثراء انساني. وتخلي انه انا سيد احمد الحجري اكتشفته في باريس، وهو اهم فنان تونسي تشكيلي معروف في العالم. يعني معروف انه عمل لي زيكسبوزيسيون في اهم قاعات العرض في فرنسا، عنده دي زوفر في لي موزي في المتاحف في العالم، دار العالم الكل باللي زوفر نتاعو باللوحات نتاعو، موجود حتى اسمه في منجد الفنون. الصور هذه نعم، هذه نحاته ايطاليه انتونيلا تشوتسو، جاتنا من ايطاليا للنحت، واحنا عملنا مرشه وحيده للنحت لانه التكلفه كبيره. وهنا نعرج على الداعمين والممولين لهذا الملتقى لانه تكلفته كبيره، الميزانيه نتاعو كبيره. اولهم سي روف العموري اللي نشكره برشا، هو والمؤسسه نتاعو، والنزل في ياسمين الحمامات، نزل خمسه نجوم، لا من غير ما نسميوه، نعرف يا يسر. يعني نزل خمسه نجوم، احنا حبينا الضيوف نتاعنا كي يجيو راهو مهم انهم يكون الضيافه في يعني في وجهنا، بالطبيعه في وجهنا، يعني الضيافه مريحه، والضيافه مريحه، ويرجعوا لبلدانهم بانطباع طيب وجميل على ضيافه تونس، وعلى مستوى الفن في تونس، وعلى مستوى الثقافه في تونس، واثراء التوانسه اللي موجودين هنا، ثم اثراء لهم هما ايضا. ثم فما زاد فنانين اخرين كما كلود ماديافيلا، يعني اسم كبير ياسر في فرنسا في الكاليغرافي، في فن الخط. عندنا اسامي كبيره كما برنارد كلاريس ايضا من فرنسا، فنان كبير في فن الرسم. عندنا السيد اللي نستناو فيه من بنغلاديش يخلط غدوة، احمد شهاب الدين، دونك اسم كبير برشا. فما الجانب الشباب زاد، ثم الشباب، عندنا شاب يمكن حتى سيد احمد يحكي لنا شويه، لانه جميل برشا كي نلقاو كفاءات وخبرات وكل، اما توصل الخبره هذه للجيل الحالي زاد اللي هو مستحقها. اللي جاو معايا نجم نقول لك ما همش شباب، فنانين كبار ومختلفين تماما. اللي لاحظت الناس اللي يصغر الفنانين اللي في تونس، جيت امبرسوني، تعجبت في سي الاستاذ عدنان بالحساس، فنان تونسي مقيم، فنان تونسي مازال شاب ولا هو مش يخرج في الريترات، وسي ماجد زليلة. الناس كيفاش يخدموا، اللي انا نعرف خدمتهم من قبل، وكيف ريتهم ياخذوا الكاب كوم دي بابي بيفار فيسع فيسع الكونساي. علاش هكا؟ وزاد الفنانين اللي جاوا من برا مختلفين تماما، تقولش عليك تتفرج في متحف في باريس، خاطر كل انسان عنده طابع وحده، طابع شخصي. هذا هو الفن زاد، هذه هي شو اسمه الثروه اللي نتاع الملتقى هذا، باش الاخرى التونسي ما هوش اقل من اجنبي. اما لكني يلزم يواصل في النظره وفي الفكر، وان شاء الله ربي نجحهم، نجح تونس، وان شاء الله نولوا عنا بينال نتاع تونس، وان شاء الله المتحف للفن. دونك نذكر بالموعد، فقط نختم معاكم، نذكر بالموعد. نعم، هو من 15 الى 30 ابريل. فقط حبيت نعرج يسر اللي فما عندنا مازال فنان اللي هو كاظم خليل، سوري مازال عالق في فرنسا، مازال ما خداش الفيزا، يعني ماذا بينا نسرعوا في الاجراءات وينجم يدخل تونس لانه معروف. ثم
أخيرا نحب نشكر برشا وزارة السياحة اللي دعمتنا، ديوان السياحة بباريس، تونس الجوية، سفارتنا في باريس، القنصلية العامة، التمثيلية في اليونسكو، في اللوية، في الأورغانيزاسيون مونديال دو لا فرانكوفوني. يعني من غير تضافر كل هذه المجهودات مثل هذا الملتقى الدولي ما كانش ينجم يكون. هذا وشكرا لك وداد، شكرا لكم، شكرا على الاستضافة. أستاذ ماهر شكرا لكم، إن شاء الله بالتوفيق وإقامة طيبة في تونس. مواصلين مع النغم هذا ونواصل في استقبال ضيوفنا. نواصل مع الروبورتاج الموالي البطولة العربية للكيوشين كاي ومواصلين. كأس ميتسوشيما للكيوكوشين كاي بالكاراتيه، حاليا راح نشوف يفوز من ألمانيا بمواجهة عبد الله الحايك من لبنان، وزن مفتوح أيضا. مواجهة ألمانية لبنانية بنهائيات بطولة الكيوكو شانكاي، اللقاء الدولي على كأس ماتسوشيمي. يفوز من ألمانيا، راح يلعب بين إن شاء الله في طول كمان دقيقتين فأزل من القتال. طبعاً هنادي مثل ما قلت لك كمان هون عندنا إصابة على الوجه وفي نص نقطة تانية تحت 18 لازم يكون في حماية. شوف أهمية الكاسك، أهمية الواقي الرأس قديه البنت. يعني هنادي عندها رجع بانطلقت المباراة من جديد، وال المنافسة اللبنانية التركية، إرماك شهير من تركيا وهنادي السيد من لبنان. التركية هي بالكاسك الأحمر. مرحبا من جديد، مواصلين معاكم وبعد الروبورتاج هذا باش نواصلوا مع الرياضه ومع رياضه الكيوشين كاي. مرحبا بك سي صادق كوكا، يعطيك الصحه بارك الله فيك مره اخرى. مرحبا بك، يعني انت صديق البرنامج، صديق البرنامج. كل ما فما حاجه جديده سي صادق يحكي لنا عليها ونواصلوا النجاحات الرياضه هذه. دونك الكاس الدولي في رياضه الكيوشين كاي الكاراتيه المنظمة الدولية مدينة طرابلس إن شاء الله باش تكون في مدينة طرابلس 6-7-8 أفريل إن شاء الله. حطنا الأمور أكثر في إطارها، خلينا نفهموا أكثر. مدينة طرابلس اللي هي موجودة في شمال لبنان، معناها تبعد تقريب 100 كيلومتر على بيروت. مدينة جميلة، اللي هي المدينة تنجم تقول الثانية في بيروت. الحق فرحوا بنا ياسر، كان تنظيم كبير وفرحوا الكل بالوفود، وكان ايفينمون كبير ياسر بالنسبه للمدينه هذه. وشفته انا بالحق معناها كيفاش فرحين بالزوار الكل بحضور ايضا. والبطوله كلها كانت تحت رعايه الوزير الاول سعد الحريري، وكانت معناها السلطه الكل كانت معناها مندفعه لهذه البطوله هذه، بحضور ايضا رئيس المنظمه العالميه
ماتسوشيما اللي هي البطوله، عاملينها حتى كاس ماتسوشيما عاملينها باسمه هو، شفت فهمت لا بطوله الشرق الاوسط. الحاجه الباهيه اللي هي معناها فما تقريب 12 دوله، 12 دوله مش تقريب 12 دوله، اكثرهم دول العربيه، لكن زاد جاوا من الخارج، جاوا من استراليا، جاوا من اليابان، جاوا من السويد، جاوا من المانيا، زاد دول الاخرين كلهم عربيه، لبنان، تونس كانت متواجده باربع لاعبين فقط، بزوز لاعبين وزوز حكام. تنجم تقول زاد كانوا الدول الاخرين عربيه كما قلت الكويت، الامارات، قطر، هذوما كلهم كانوا موجودين فهمتني، زياده على ليبيا وتونس، سوريا، فلسطين كانوا موجودين. وهذه بطوله معناها كانت بالحق معناها تنجم تقول كوكتيل باهي من بين استراليا، اليابان، اسيا، اوروبا، وايضا تنجم تقول القاره العربيه. اي وتونس شاركت بزوز لعبات، بزوز لعبات فقط، لان طبعا الجمعيه هي بتاع ماتسوشيما اللي هي شاركت فقط، لان الجامعه لم تشارك في هذه البطوله رغم اللي هي جاتها دعوه، لكن ربما هما كانوا مشغولين لانهم عندهم بطوله اخرى قاعدين يحضروا فيها المده هذه القريبه، مش يعملوا بطوله دوليه كبيره افريقيه دوليه مشابهه للبطوله هذه، تعرف ربما كانوا مشغولين باللاعبين بتاعهم الله اعلم. لكن المجموعه ماتسوشيما الممثلين ماتسوشيما اللي هنا، مجموعه ماتسوشيما اللي هي عندها تقريبا 15 جمعيه اللي هنا في تونس، هما اللي مشاو معناها اخذوا الانيشيتيف ومشاو شاركوا غذكية وشاركنا معناها، كانوا زوز بنات معناها مندفعين ويحبوا يشاركوا، وكانوا بنات متالقات فهمتني، لانه هم اصلا اساتذه رياضيه متخرجين من المعهد الاعلى للرياضه في قصر السعيد ومغرومين بالرياضه، وكانوا معناها يستناو في اي وقت نكلموهم ياخذوا حتى التذكره من عندهم ويكونوا متواجدين. دونك بين المشاركات كانت فما هبه، هبه من قدريه من القطر، من القطر، وهي معنا توا على خط الهاتف. هبه من الدوحه، نقولوا الو. الو، عسلامة. مرحبا بك هبه، سافا؟ مرحبا بك. مرحبا بيك يعيشك اللي يسمعوا فينا. يعيشك، مرحبا. هبه، ماذا بيا انه كان بحذايا سي صادق كوكا وقاعدين نحكيو على المشاركه التونسيه وجبدناك توا بركه كنا نحكيو عليك، دونك ماذا بيا لو كان تحكينا على المشاركه نتاعك وكيفاش كانت بالضبط هبه. خليني نعرفكم بروحي، اسمي هبه بن قدريه، بطل تونس لعشر مرات، حزام اسود درجه ثانيه، واستاذه رياضه ندرس في قطر. اي شاركت في البطوله الدوليه المقامه في ترابلس في لبنان، والحمد لله رفعت راية تونس، وكان رئيس المنظمه العالميه كانشو ماتسوشيما حاضر، وهو اللي قدم لي كاس المرتبه الاولى. وللتذكير اني مثلت تونس قبل في العديد من المناسبات، منها في 2014 في بطوله عالم كانت مقامة بجنوب افريقيا وتحصلت فيها على المرتبة الثالثة كومبا والمرتبة الأولى في التأثير. كذلك 2016 مشيت ومثلت بلادي في البطولة العربية المقامة في بيروت وتحصلت على المرتبة الأولى. تبارك الله، معناتها نتائج ممتازة. الشرف لي طبعا. اي يعطيك الصحة هبة، معناتها نتائج ممتازة هذه. شكرا. يعطيك الصحة، وفما اهتمام توا في تونس يعيطوا لك، فما اهتمام خاص بيك، ما نعرفش كيفاش معناتها. والله اكيد نحب نشكر في هامل بطل العالم السيد اخوك مدربي، اللي رغم اني مانيش في تونس الا انه ديما متابعني ويعطيني نصائح كيفاش نترينا وكون ديما جاهزه، وحتى ولو قاعده نمشي على حسابي الخاص، ولكن يهمني اكثر اني نرفع علم بلادي كل مره ونفرح كل التوانسه وعيلتي، وهذا واجب كل تونسي نحو بلاده. هذا هو. شكرا لك هبه، يعطيك الصحه، ان شاء الله كي تجي تونس تكون بحذينا نحكيو اكثر ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك، يعيشك، ميرسي بوكو، حبينا نحييوك عن طريق المكالمه هذه. يعيشك، شكرا لك، يعطيها الصحه. قديش عندنا توانسه تبارك الله عليهم، معناتها بقليب نقولوا احنا كي تلقاهم وتبارك الله 10 مرات بطولة تونس، تبارك الله عليها. هي بعد ما كملت القرايه نتاعها كاستاذه رياضه قعدت مسكينه من غير خدمه، ولات معناها عملت مطلب ومشيت للقطر اللي تدرب في الرياضه، وايضا تتدرب في الكاراتيه، معناها كانت الاختصاص نتاعها هو كاراتيه، واليوم معناها تفرح كل مره ونكلمها تقول تحبش تجي، تقول لي لا نجي وما وتو نخلص وحدي وكذا كذا، معناها مدافعين يحبوا الرياضه فهمت ولا. واحنا عندنا ربما المشكله كما قلت انت، عندنا برشا رياضيين اللي هم يخرجوا من تونس، معناها وما عادش تسمع بعض، ما عادش تكون تكونهم تكونهم اللي هي تو انا هي بادية من اللي هي معناها مينيم ولا اقل فهمت ولا، وبرشا كيف هي اللي يخرجوا من تونس
معناها متألقين وفهمتني لا كذا، ولكني السيستيم نتاع الجامعه نتاعنا تقول لك ليه مثلا ما نجموش احنا ناخذوا من الخارج اللي يلزم يكون هنا عامل ستاج وعامل كذا وعامل كذا البرنامج. بون انا خذيت يمكن ربما نهج اخر وقعدت نتبع في هو اللي احنا خسرنا عليهم ولا احنا كونناهم على عاتقك، خذيت برشا حاجات ولا كونناهم وهم خذاوا على عاتقهم زاد فهمتني معايا انا وكانوا فهمتني لا فرحانين وما فرحانين وايضا هاك تشوفها. باهي نحكيو شويه نواصلوا نحكيو على التظاهره سي صادق، وفما كان فما اهتمام اعلامي بها التظاهره هذه، احكي لنا شويه كيف صارت. صحيح الاعلام كان مكثف وكان كبير ياسر، والدليل اللي هما فهمتني كانت اكثر من ساعتين مباشر الادوار النهائيه كلها كانت مباشره في القناه اللبنانيه اللي هي المستقبل نهار 7 افريل في معناها في الساعه الرابعه غدكين النهائيات الكل كانت غدكيه، كان اعلام كبير ياسر، كان السلطه كانت موجوده كما قلت معناها تحت اشراف معناها الوزير الاول نتاعهم، كان الوزير الشباب والرياضه، كانوا رؤساء الاحزاب، كانوا معناها البلديه خاصه وانه نتاع طرابلس اللي انا ابهرتني فهمت الله معناها بالاندفاع وب معناها الفرح نتاعهم فهمتني لا للمهرجان هذا، معناها تحس بهم اللي هم متواجدين ويساعدوا فينا ويضيفوا فينا، ومعناها حقيقه معناها شيء يفرح. تونس حصلت على 3 ميداليات، تونس بك الزوز لاعبات فهمتني لا تحصلت على 3 ميداليات كما شفت، معناها هيبه تحصلت على ميداليه والكاس نتاع تنجم تقول الدوره في نتاع البنات، وعندنا طفله ايضا معاها جات من الكويت سوسن ثابت ايضا في بلا مشكوره في نحبوا نشكرها بالمناسبه سوسن ثابت خذات زوز ميداليات برونزيه وفي النزال وايضا في الحركات اللي هي الخياليه هذه اللي هي الكاتا نتاع السلسله نتاع الحركات، ونفس الشيء معناها كيما كانت تحكي هي ما تحكي سوسن ثابت ايضا في البطوله العربيه 2017 كانت متواجده في لبنان وجات كيما هيك كيما بالضبط، معناها كيما قلت لك السيستم تاع الجامعه تقول لك لا احنا ناخذوا كذا، معناتها الناس قاعده تصرف من عندها باش قاعده تصرف قاعده تصرف، وعندنا زاد لاعبين 2 لاعبين زاد في فرنسا كيف كيف اي وقت نطلبهم زاد يجيو يلعبوا ياخذوا التذكره ويجيو بمحبه للرياضه هذه بمحبه هكاي ولا يطالبوا لا فلوس ولا يطالبوا يقول لك لا التذكره احنا لأن معناها خدم احنا كجمعيه نعاونوهم في الاوتيل شويه معناها شيء يحشم خاطر فهمتني اي هذه اللي نجم عنده الامكانيات، ما فما ناس عندها تبارك الله عليهم معناتها عندهم القدره باش يلعبوا ويجيبوا الالقاب لكن ما عندهمش الامكانيات، هذوما شنو نعملوا لهم؟ هذه دور ربما الوزاره اللي هي تاخذ موقف فهمتني لا عندنا لاعبين علاش نخسروهم وقت اللي يمشوا للخارج، علاش ما توقعش المتابعه نتاعهم، علاش فهمتني لا ما يدخلهمش فهمتني لا تابع تنجم راهو بسهوله تامه وما تكونش تكلفه كبيره ياسر، لانه هو يرتحك من الفيزا يرتحك من برشا حوايج وهما حاضرين هم يتدربوا فهمتني في الخارج، علاش الخارج يستغلوا فيهم؟ اليوم نعرف اني برشا في فرنسا وفي دول اخرى اللي مشاو يلعبوا باسم الدول الاخرى. هذا هو، شكرا لك سي صادق على وجودك بحضنا، يعطيك الصحه على المجهود اللي قاعد تبذل فيه رياضة الكيوشين كاي، تلقاو ان شاء الله مره اخرى، شكرا لك. يعطيك الصحة ويعيشك ويعيشك ونشكر هذا البرنامج اللي هو قاعد يدبع معنا زاد في في الرياضة والرياضيين. شكرا لك. شكرا لكل مشاهدينا على مرافقتهم لنا برنامج أهلا تونس، موعد يتجدد ان شاء الله الأسبوع القادم، إلى اللقاء.